مش الحكومة. فاختيار الحكومة دي مسؤولية حضرتك، وحضرتك تتحمل كامل المسؤولية عن قراراتهم. يعني ايه انا احط ضرائب على الاطباء وعلى المحاميين؟ بمنتهى البساطة، ولا طبيب ولا محامي هيدفع ضرائب من جيبه، الطبيب والمحامي هيزودهم على المواطن، اللي هو المواطن اللي مش لاقي ياكل، اللي هو المواطن اللي الاسعار زادت عليه، اللي هو المواطن اللي دخله ما بيزيدش. حضرتك كده ايه، اتفضل المرتب بتاعه وعيشه، قول له يعيش ازاي، قول له ياكل ويشرب ازاي، قول لنا نعمل ايه يا فندم. حضرتك احنا مستشفيات الحكومة ما فيش حد بيعرف يتعالج فيه يا فندم، التعليم المجاني ما حدش عارف يتعلم فيه. حضرتك عارف احنا بنعاني قد ايه؟ لا حضرتك ما تعرفش، حضرتك كل الكلام ده مش واصل لك. حضرتك عمال تعمل في مدن جديده، طب حضرتك يا فندم تعرف ان الشباب عشان ياخد في مدن جديده ما معهوش يا فندم؟ ما معهوش والله يا فندم، ست مؤدبه قوي، مؤدبه قوي، وبتتكلم بحرقه. بعقل وعقل هو انت جامد. حضرتك يعني حضرتك وسيادتك ومعاليك وفخامتك عارف الشباب بيحصل فيهم ايه؟ عارف الشقه في المدن الجديده بكام؟ عارف الاسعار زادت قد ايه؟ ايوه انت عارف يا سياده الوزير او الرئيس او المشير او الكبير او اي حد عظيم اي حاجه، انت عارف ايه اللي بيحصل في مصر؟ انت عارف ان الناس بتعاني؟ الست بتقول كده، انت عارف ان الناس بتعاني والناس بتستغيث والناس بتصرخ والناس بتموت؟ هو انت عارف ان في ناس في مصر، مش هقول لك بيناموا من غير عشاء، لكن هقول لك بيموتوا عشان مش لاقيين ياكلوا؟ انت عارف ان في ناس دلوقتي في عز السقعه والبرد والمطر والشتاء والطل نايمين في الشوارع علشان مش لاقيين مرتبه تشيلهم ولا سرير يحتويهم ولا باب يتقفل عليهم؟ يا سيادة الرئيس أو الوزير أو المشير أو العظيم أو الكبير، كل دول هتحاسب وهتسأل عنهم. أنت بتعرف تنام وهم والناس تعبانة والناس بتصرخ، وتطلع تقول لي أيوة بنيت وحبني عادي يعني عشان مصر، وتطلع تقول ما عنديش حاجة ببلاش، وتطلع تقول احنا عملنا عاصمة إدارية جديدة هيتحاكى بيها الزمان، ونقعد الست دي وستات كتير غلابة والناس الغلابة رجالا ونساء شيوخا وأطفالا شبابا وبناتا تعبانين وزهقانين وطهقانين وقرفانين، وسيادتك تطلع تقول لي عملت لكم أكبر، بنت لكم أكبر جامع وبنت لكم أكبر كنيسة وعملت لكم أكبر سجادة وعملت لكم أكبر نجفة وعملت لكم وعملت لكم وعملت لكم، لا النجفة ولا السجادة ولا الكنيسة ولا حتى الجامع هيأكلوا ويشربوا الناس أو هيغطوا الناس العريانة أو المخنوقة أو القرفانة، لكن للأسف الشديد هذا ما يحدث في هذه الطبقة اللي مش هقول متوسطة، يمكن تقول طبقة راقية لكنها اكتوت هي كمان زي ما قال الدكتور جوده عبد الخالق بنار الاسعار وبنار الفشل اللي انتوا كويتوا بيه الناس.